السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هشوف مع بعض موقع بيكسلر اكسبريس. بيقول لي اختار انت عايز، يعني هو عايز اديله صورة، فاقول له براوس اختار الصورة اللي انا عايزها، او ممكن اختار صورة من اي موقع اديله اي صورة. يبدأ يديني شوية مؤثرات اعملها، شوية افكت، حاجات جاهزة تبدأ تختار منها، تدي مؤثر للصورة وتقدر تتحكم فيها. لو انت موافق عليها بتقول له ابلاي، مش موافق بتقول له كنسل، وتبدأ تجرب مؤثرات تانية زي مثلا ممكن أقول له حط لي بوردر، تمام، وأبدأ أديله مثلا بوردر زي دوت، تمام، أشكال جاهزة وبسيطة، وتبدأ تحط المؤثرات. بعد كده تقول له سيف، أول ما تخلص خالص قول له سيف، وتروح مسيفها تاني بالمؤثر الجديد اللي إحنا عملناه. زي ما أنت شايف الموضوع سهل وبسيط، مفهوش أي مشاكل خالص. ان انا ممكن اقول له انا عايز عن طريق البراوز، عن طريق الاوبن يو ار ال، عن طريق الويب كام، تبدا تدخل له صوره وتبدا تجرب المؤثرات. مؤثرات سهله وبسيطه، افكتس، بوردر، استيكر، تقدر تحط له مثلا اي حاجه من ديت، تبدا بعد كده تعدل عليها اي شكل عايز تحطه. قول لي كده انت هتصغر وكبر زي ما انت عايز، لو عايز تحط الشكل ده هنا بالشكل ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشوف مع بعض موقع اسمه بيكسلر اوماتيك، تمام. الموقع ده بيعمل شوية مؤثرات على الصور، ممكن ويب كام لو انا عندي صورة هلقطها بالكاميرا، او من الكمبيوتر اختار اي صورة، اي صورة كده عشوائي يعني، تمام، وابدا اديله اي مؤثر انا عايزه. دي مؤثرات موجوده، تمام. ممكن اختار مثلا ان انا احط بوردر، ان انا اعمل مؤثرات زي ديت زي ما انت شايف. تبدا تختار المؤثر لحد ما المؤثر يعجبك وتقول له سيف، وسيف بقى الصوره ديت على الكمبيوتر او تسيفها على الموقع نفسه، تديها وصف، خلاص يبقى كده هو سيف الصورة ديت. ماشي، هيديك اللينك بحيث تبدأ تشاركه في المواقع زي الفيسبوك أو التويتر، أو ممكن أروح مسيفه على الكمبيوتر عندي وبعد كده أعمل له أبلود أو أديه لأي حد أو ألغي الصورة، مفيش مشكلة.